نجاة تحية مرة أخرى مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في ثاني فقرات برنامجنا الحوارية من ساعة صبحية واللي بينورنا فيها أهلنا وحبايبنا من محافظة أسوان. ودايما ببقى فخور لما بكون بتكلم عن الفلاح والمزارع المصري عصب هذه الأمة. مهم جدا إن احنا نكون حلقة الوصل ما بين الفلاح والمسؤولين. الدولة المصرية مؤخرا اتخذت اتجاه قوي جدا هو تخفيف الحمل من على كاهل الفلاح، الارتقاء بالقطاع الزراعي، وكمان بما ان احنا صوت الفلاح في المقام الاول منبر قناة مصر الزراعية وتحديدا ساعة صبحية، لازم ان احنا يكون عندنا افكار خارق الصندوق من شأنها الاهتمام بالفلاح والمزارع المصري. وعشان كده بنجوب مع حضراتكم في كل محافظات الجمهورية، وان احنا بنتكلم النهاردة عن الصعيد، ومن المحافظات اللي انا بعشقها على المستوى الشخصي محافظة اسوان. بسعدني ويشرفني ان يكون موجود معنا الحاج حامد عبد القادر. برحب بيك يا حاج حامد. اهلا وسهلا. ورحب بيك الحاج صلاح احمد محمود. اهلا بيك حاج صلاح، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل يا رب اهلنا في محافظه اسوان. اهلا بحضرتك. طمن من عند حضرتك حاج صلاح، اخبار اهلنا في اسوان ايه، وتحديدا اخواننا الفلاحين المزارعين؟ اولا احنا نشكر قناه مصر الزراعيه اللي اتاحت لنا الفرصه دي. احنا بنشكركم ان انتوا جيتوا لنا ونورتونا. هنعرض برضو بعض حاجات الفلاحين بالنسبه لمحافظه اسوان. نعم. ويزيدنا شرف ان احنا موجودين قدامكم. الله يعزك، شرف لينا حاج صلاح، منور الدنيا يا فندم. الله يبارك فيك. فلاح المزارع المصري وتحديدا في محافظه اسوان، الطابع اللي بيميزه ايه واخباره ايه بشكل عام؟ هو طبعا الفلاح الاسواني اللي ليه ميزه جميله ان هو تعلم المهنه من جد من كابر لكابر. نعم. فتجد ان هو ماهر بالزراعه رغم التطور اللي موجود. نعم. ولكن هو عنده خصوصيه التعليم من الصغر. كان بيمشي وراء والده أثناء ما بيحرث قبل ما تظهر الجرارات الحديثة، كان بيشوف والده وهو بيزرع إزاي وبيسقي إزاي وهكذا. فهو فلاح 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 بطابع أصلي يعني. نعم. ويجيد المهنة الزراعية أكيد. طب حاج حامد، طبيعة الزراعة في أسوان إيه يا فندم، وتحديدا الأراضي الزراعية هناك؟ والله الأراضي الزراعية حاليا بالنسبة إنها بعد السد العالي والنيل بالنسبة للتربة كله طلع استصلاح في الأراضي الصحراوية حاجة زي كده، فالرقعة الزراعية قليلة. ففي برضو يعني كوزارة الزراعة تبقى مع الشركات الكبرى أو مستثمرين، و مثلا يملكوا الشباب انهم يطلعوا يزرعوا بره وللتوسع كده وحاجه زي كده يعني. يعني الحمد لله في مشروعات هي من شأنها التوسع في الرقعه الزراعيه وتحديدا في محافظه اسوان. برضو الرقعه الزراعيه حاليا يعني هو ما فيش تسليم. في استصلاح. طب فين التسليم للشباب؟ تسليم الشركات مثلا ممكن لحد مشروع ما يخلص بعد كده يتم تسليمه بحيث انه يكون كامل مثلا المرافق والخدمات بتاعته. ما هو لا، المفروض بقى اول ما يخلص مثلا النهارده جهز مثلا 1000 فدان. تمام. طب ما يملك الشباب عشان يقدروا يزرعوا وينتجوا. تمام. الفنيات دي ممكن تكون انت، طب وجهه نظرك في هذه الجزئيه يا حاج صلاح؟ والله طبعا الرقعة الزراعيه هي من بعد ما قال زي ما قال الحاج جمال، من بعد موضوع السد العالي قلت جوده الارض شويه، ولكن احنا بنتكلم بخصوص خصوصيه شويه. البلد الخاصه بنا قريتنا المنصوريه جزيره في وسط البحر. فهي طبعا الرقعه الزراعيه كل ما جه الزمن كل ما قلت الرقعه الزراعيه بسبب المباني وهكذا. فطبعا في المشروع القومي الجميل اللي احنا يعني بنفخر ان هو يتم اقتراحه، كان سياده الرئيس اللي هو مليون ونص فدان. هذا المشروع نامل فيه بنجاح، حتى ان الشباب لا يهجروا المحافظه ويهجروا الزراعه وتقل الانتاجيه الزراعيه فيجوا للقاهره. يعني ما كان يحدث مسبقا، ما فيش رقعه زراعيه بتتزرع، فالاب عنده ولدين ثلاثه فبيخلي واحد معاه للزراعه ويقعد في البيت والباقي بيجي القاهره عشان الدخل. ولكن بعد هذا المشروع ونتمنى يعني تطوير الاراضي خاصه الظهير الصحراوي الاسوان كبير، ممكن ياخد نص حيز المشروع اللي هو 1.5 مليون فدان، علاوه ان هو قريب شيء ماء من النيل، علاوه ان المياه الجوفيه متوفره على قرب الارض، فده هيساعد ان الشباب يقعد، هيوفر لما المشروع ان شاء الله يحصل توسع فيه عام بعد توجيهات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي.
هيحصل ان الشباب هيقعد هيزرع يزيد الانتاج، خاصة ان احنا عندنا مشروعات قومية او زراعات قومية تعتبر امن قومي زي قصب السكر. ده يعني امر كبير وحاجة مشهورة بها المحافظة هي مشهورة بها المحافظة ومن اول المصانع اللي اتعملت في اسوان مصنع السكر. اخبار قصب السكر عندكم ايه دلوقتي؟ هو طبعا موجود والزراعة ما زالت الرقعة موجودة بس ما فيش زيادة يعني توسعة الشيء في الزراعة بتاعته في الزراعة ما هو واقفة على المصانع. طب نسوي ايه حاجة حامدة؟ اتفضل. سبب ايه ما فيش توسع في زراعة قصب السكر عندكم؟ اولا بالنسبة يعني طب القصب ده بيعوز المية بالظبط وبيقعد دوره تقريبا 3 أو 5 سنين صح كده؟ بيقعد 5 سنين على حسب جودة الأرض. نعم. والأرض الحمد لله جيدة. بس بالنسبة لواحد عايز يزرع القصب لازم يطلع الصحراء عشان يوسع. عايز المساعدة المية. المية دي بتيجي عن طريق المفروض قرض من بنك التنمية. بنك التنمية يساعد المزارعين عن طريق وزارة الزراعة. يعني عشان يحفر بيري مثلا يعني ولا عشان يوصل لها عشان يعمل بنية تحتية يعمل أبيار يعني. برضو وزارة الكهرباء لأن في المحولات النهاردة بمبالغ. أنا عشان عايز أعمل 100 فدان أزرعهم فأنا بعوز محول. تمام. فالمحول النهاردة تكلفته عالية جدا. فالنهاردة واحد معهوش مثلا إنه اللي بيوفر ده بنك الزراعة المصري ولا كمساعدة منه إنه هيدوهم قروض ميسرة. تمام. يجهزوا بها الأرض. يجهزوا بها الأرض ويطالب أو حتى باستنفاع برضو للبنك لأن البنك ده طبعا معروض للشيء إنه هيدي القرض بفائدة. بس الفائدة ميسرة على الفلاحين أو المزارعين الصغار كشباب النهاردة شاب لسه ناشئ طبعا ماديا لازم يكون إمداد مثلا من قبل بنك الزراعي لأن البنوك الخارجية مش هتبقى عندها طبيعة ده هيعمل إيه إنما البنك الزراعي دي مهنته عارف هي ده هيزرع ايه او هينتج ايه وحاجه زي كده يباشر مع الشاب اللي هو بالظبط كده القرض ده. وترجع ثاني هنا الشباب في حاجات ثانيه برضو عايز يساعدهم بالنسبه للشتلات. يعني عندنا قصب السكر تمام والموالح المانجا وخلافه والتمر النخيل صحيح. فالنهارده الفسيلات عندكم الاعشاب الكركديه والحاجات الجميله ده الاعشاب دي بتعتبر برضو وقتيه مشهوره بقى وقتيه مشهوره يعني الكركديه والحاجات ليه وفي زراعه الوقتيه اللي هي صحيح. بالنسبه للملوخيه الباميه من اول منتجين الزراعه دي الوقتيه وبنجيبها مصر وكده قريه المنصوريه. بس دايما بيقولوا حاجة ان الزراعه الاسواني او الثمر الاسواني ليها طعم مختلف الميه والنيل الميه النهارده غير ملوثه ميه هناك في اسوان جميل. غير ملوثة عشان كده الانتاجيه بتبقى جميله طبعا جيده جدا يعني. والنهارده لما تاكل لما طماطمايه واحده خلينا في هات واحده من هنا ومن هنا احنا بوسي بالمانجا هات مانجا من بحري نعم اسماعيليه مثلا الاسماعيليه اي قطعه كانت يعني احنا بتاع بالنسبه للصناف وهات مانجا من قبل رغم يعني المانجا قصدك تقول المانجا الاسواني احلى من المانجا الاسماعيليه طبعا الميه هنا الميه هنا بتفرق كطعم ميه النيل هنا بتفرق صحيح انما هنا الميه انت عند المصب يعني المانجا والارض بدون اسمده برضه الاسمده فيها خلفيه يعني طبيعيه فدي بتساعد طبعا على جوده المنتج طبعا كل ما كانت التربه حيويه وكل ما تقلل استخدام المبيدات فتلاقي الثمره بتاعتك جميله في الاخر. طيب حاج صلاح عايز اتكلم عن شباب محافظه اسوان الجميل والمحترم واللي شرفونا في مؤتمر الشباب اللي عقد في اسوان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والحقيقه كان تنظيم هايل ونم او كان يعني اكد فبيؤكد عن مدى عراقه هذه المحافظه واهلها الطيبين. الشباب اتجاهاتهم منهم تحديدا اتجاه الزراعه، هل الشباب دلوقتي بيحبوا ان هم يكملوا مسيره ابائهم اللي شغالين في الزراعه ولا كل شاب دلوقتي حابب ان هو يستقل بذاته في مجال اخر؟ واولياء الامور عشان تحبب ابنائها في مجال الزراعه بما ان ده زي ما بقول كده مهنه الاباء والاجداد وتحديدا في محافظات الصعيد، ايه اللي بيعملوا؟ اولا الشباب عنده الاستعداد
للقيام بالفلاحة، لأن هي أصل الأرض وأصل العمل في المحافظة، بدليل الإنتاج كم من أنواع الزراعة المشهورة بكميات كثيفة بتغطي يعني مصر، وممكن بنصدر برا مصر ما شاء الله. يعني في تجارب لبعض الناس، الطماطم اللي اتكلمنا عليها ان بيجففوها على الرملة وبتصدر لأوروبا، وده مشاريع يعني كاملة. واحنا عايزين نستغل الأمور ازاي. احنا الآن بفضل قيادتنا السياسية صرنا عاصمة شباب أفريقيا لمحافظة أسوان. صحيح. وعندنا في أسوان أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم. صحيح. فاحنا عايزين ازاي، لان هو المفترض في الاتفاقيات بتاعه البنك الدولي مع عمل المشروع بتاع الطاقه الشمسيه عمل البنيه التحتيه لبعض القرى حوالين هذا المشروع. البنيه التحتيه من ضمنها متعلقه كمان بالكهرباء دي، اللي هي متعلقه بالطاقه، يعني اكبر مشروع في العالم. صحيح. الطاقه الشمسيه. صحيح. يعني وسط المحافظه. صحيح. في اسوان. فاحنا ازاي نستغل ان هم يعملوا لنا بنيه تحتيه؟ من ضمن البنيه التحتيه الاساسيه الزراعه. انا عند يعني لما اجد هو المشكله ايه عند الشباب، ان هو تكلفه استصلاح الارض عاليه، فهو لابد له من مساعده. المساعده الاولانيه بتاتي من الدوله عن طريق بنك الزراعه. تمام. المساعده الثانيه بعض البلاد المانحه، دي محتاجة بعض البلاد المانحة تعمل البنية التحتية، لأن هو الزراعة برضو ثقافة الزراعة ارتقت في كل حتة. يعني في دلوقتي في بعض الأماكن في أسوان الزراعة بالتنقيط لموضوع منسوب المية، موضوع منسوب، ففي الزراعة بالتنقيط، فمحتاجين بنية أساسية، بنية تحتية للأراضي مع مساعدة. الآن في مثلا معهد بيتعمل او قرب ينتهي معهد للتمور لانتاج اجود انواع النخيل من التمور. اخبار النخيل صح، ايه اخبار عندكم زراعه التمور خصوصا النخيل؟ طبعا احنا عندنا اجود انواع التمر، وليه شهره مش محليه. صحيح. في مصر بس. لا، شهره عالميه. البلح اللي هو بيجي عند قطعه بيقعد يتنشف في اجواء طبيعيه. صحيح. بدون زي ما يعني مثلا المانجا والحاجات دي بتخش حضانات، لكن ده بينشف طبيعيا ما بيدخلش فيه الانسان بحاجه، بياتي للقاهره وبيصدر لبره. صحيح. ومن افخر انواع التمور زي السكوتي، ده بلحه ليها طعم ممكن تنتج منها نسبه سكر ما شاء الله، وبعض انواع اخرى. ف والجو في اسوان يساعد على كده. طبعا احنا عندنا حاجة جميلة موجودة جدا، او حاجتين، المية وطبيعتها، والطمي الطبيعي اللي لو قدرنا نستغله اللي هو ورا السد، اللي هو بواقي الاسماك والطمي الطبيعي اللي كان موجود قبل السد. وفي جزء ورا السد العالي موجود ما زال بطبيعته، ولكن هو محتاج ايه؟ تمهيد طرق. صحيح. واقامة للشباب. يعني في هناك اراضي زراعية الاف من الافدنة تقريبا، هي من بعد السد لحدود السودان 400 كيلو. ففي اراضي زراعيه ترمي فيها بس الايه؟ البذره، من غير اي ما تحط اي مواد طبيعيه او صناعيه. تجد ان الانتاج يطلع لك على عندك طول. الطامي رباني زي وتقدر وتقدر تنتج ثلاث مرات في السنه، مش مرتين، مش ثلاث مرات في السنه، ولكن هو بيحتاج طرق. تمهيد طرق من البنية التحتية اللي عايزة تتعمل. لو قدرنا نعمل طرق وقدرنا نعمل نقط أمنية عشان الناس أو الشباب بالتحديد يروح يسكن هناك. يعني أنا لو وديت للشاب بيت وخمس فدادين وخد فلوسهم بالتقسيط ما فيش مشكلة، بس إيه، ما جيش أنا على شاب أقول له الفدان مثلا كان سابقا ب 8000 جنيه ادفع لي 25%، لو خد 10 فدادين هيدفع كام؟ هيقدر الشاب يعمل انتاج، هيدفع فلوس. صحيح. ويجيب مواد عشان يزرعها، ويجي ويقعد يعمل معيشة لمدة على الأقل سنة عشان يقدر يأكل من الانتاج. صحيح. فهي محتاجة طرق تنشأ في هذه الأراضي، من وادي العلاجي لفوق، من خلف السد لغاية فوق، كل دي أراضي خصبة وتقدر تكفي. يعني لو زرعناها بس
المحصول الأصلي للمحافظة قصب هتنتج بغزارة. لو زرعناها قمح ممكن يعني بلا مبالغة ما نستوردش القمح ما شاء الله، ولكن هي محتاجة حاجتين: طرق ومكان آمن للشباب يسكنوا فيه. ما شاء الله، دي تعمل إنتاجية. صحيح. مشاريع الشباب عندكم في مجال الزراعة بيقتصر فقط حاجة حامد على المشروعات اللي بتدشنها الدولة زي مشروع المليون نصف مليون فدان اللي بتسلمها لهم، ولا الشباب نفسهم بياخدوا أراضي وبيقوموا باستصلاحها من نفسهم بقروض من بنك الزراعة المصري؟ الشباب بياخدوا لوحدهم غير اللي غير المشاريع التانية، المشاريع التانية الكبيرة كده. بس زي ما قلت لحضرتك انه ساعات بتعثروا في انه الاراضي دي مكلفة طبعا في التصليح وكده، فلازم تسهيلات طبعا. التسهيلات، طب التسهيلات اللي انت شايفها من وجهة نظرك الواجب ان يقدمها بنك الزراعة المصري، هل فلوس فقط ولا معلومة ام خبرة ام لا المعلومة بالنسبة للمعلومة وزارة الزراعة هتقوم بيها تمام، والبنك عليه اللي هو التمويل التمويل بالقروض اللي هيديها وبالسداد الميسر وحاجة زي كده تمام. وفي نفس الوقت في مزارعين كانوا واخدين قروض، لشيء مثلا بيستصلح به في الاراضي الزراعيه، فوقف عشان الري الميه فاصبح مديون، فبنك التنميه ممكن مساعدته انه يجدول الديون بتاعت المزارعين اللي هو مقصرين او غير القادرين على السداد مع تقنين الميه، يعني في ممكن يجدول الديون بتاعتهم حاجه زي كده بالمساعده من البنك. في نفس الوقت نفسه يضخ للشباب اللي هم يدخلهم مبالغ معينه، انه مثلا الفدان بتكلفته قد كذا مع مجهود الشباب، لان النهارده لو حب يزرع موالح من 3 سنين يعني تنتج ممكن بالنسبه للارض جيده جدا. يعني المانجا تنتج على يعني لو هي صغيره زي كده بتلاقي ان اصبح النهارده المانجا كلها مطعوم، مفيش حاجه اسمها شجره بلدي انها تاخد مساحه كبيره ومفيش انتاج، لا المطعوم شجره محدده بس جابها انتاج لان الارض جيده. يعني على 3 سنين 4 سنين بيخش معاه، فالمسافه دي عايز المساعده في 3 سنين او 4 سنين. ايوه يعني حتى هو النهارده شاب وزرع وتعب، فبالنسبة للسداد أنا خدت مثلا 100,000 جنيه من البنك تمام، فسداده المفروض أورد منه 10,000 جنيه كل شهر أو كل شهرين أو كده تمام، على حسب ما بيمشي البنك تمام. طب أنا ما انتجتش حاجة لسه. طيب دي كلها حاجات طبعا مفهومه ومعقوله وده واجب على البنك ان يقوم بيها، ولكن تعال نقرا مع بعض الشق الاخر اللي بيحصل من قله قليله، مش عايزين نقول ناس كتيره بتاخد القروض دي وبدل ما تصرفها في المكان الصح اللي هو ان انا اعمل بنيه تحتيه، ان انا اجيب مولدات كهربائيه، ان انا اخدم على الزراعه بتاعتي، بتصرف في حاجات تانية، يجيب عربيه، يجيب يعني حضرتكم عارفين هذه الجزئيه. طبعا الرسالة توجهها للشباب اللي هتعمل مثل هذه الأمور، وللأسف مش بيضروا نفسهم بس، لأ ده بيضر غيرهم، خاصة في جعل البنك إنه بيضع آليات من شأنها يضمن حقه. ما هو برضو البنك لازم يضمن حقه، لازم الضمانات، لازم الضمانات، هو النهارده عشان يطلع قرض لازم الضمانات الكافية كمان، وأنا كمزارع مش هاخد القرض عشان أروح أجيب لي بيه عربية أشتغل بيها ولا شغلها تاكسي، وفي نفس الوقت أنا مديك القرض كبنك زراعي مصري عشان خاطر إنك أنت تزرع بيه وعشان خاطر تسوق طريقك من خلال الزراعة، ما في حد ممكن يديله على مدى. نعم. طب انا هسمع وجهه نظر حضرتك واسمع برضو اللي ممكن يدي القرض على مدى مثلا انه 3 سنين هيبتدي سداد او 2 سنين وهيبتدي سداد وحاجه زي كده. لو في بعد المناظره بتاعت البنك وبتاعت وزاره الزراعه ان انتاج قدامي، انا هطلع فلوس واجي الاقي صحراء جرداء قدامي، طب ما حطش ايده فيها، ما زرعش مثلا، هو ماخد قرض بتاع 100 فدان ما زرعش فيها 5 افدنه، يبقى القرض، يبقى الارض دي البنك بيحط ايده عليها تمام، مهما يكون حتى استصلاحها ايه. طيب وجهه نظر حضرتك حاج صلاح؟ انا وجهه نظري دي ممكن تقنن ازاي. اتفضل. هو غرض القرض ايه المفترض او الصح؟ طبعا تسهيل الزراعه. صحيح. انت عايز تسهيل الزراعه ايه؟ عايز مطور، عايز بير مثلا،
لو مش من النيل، او عايز مطور لو انت بتسحب من النيل البنك يشتريها له اصلا. بالظبط، البنك يشتري المعدات ويسلمها له، يعني بيعملوا كده في قروض السياره في البنوك الثانيه، ويدي له نسبه بسيطه للسيوله للمعيشه. يعني القرض زي ما قال الحاج جمال 100,000، لا يا عم هو بياخد 20,000 سيوله للمعيشه. تمام. ولكن هم يجيبوا له البذور، يجيبوا له الـ 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 لو الآلة اللي هيشتغل بيها، الآلة اللي هيشتغل بيها، الآلات الزراعية. تمام. حتى هم ممكن يجيبوها له بالعروض الأسعار اللي هو هيجيبها، أو لو البنك عنده أرخص وأجود يبقى هيجيبها له. صحيح. دي تحل بهذا الطريقة، وفي نفس الوقت المعدات موجودة والأرض موجودة. يعني يعني المزارع هيمانع في حاجة زي كده؟ لا لا بالعكس، ده هو بقى يبين هنا إيه زي ما بيقولوا نيته اللي احنا ما نعرفهاش. بالظبط. هي دي تبين انت عايز مش عايز تزرع. عشان كده في ناس ممكن ترفض تقول لك لا انا هجيب بعد كده. احنا ممكن نعمل ايه عشان المعدات ما تبقاش كتيره؟ مثلا كل 10 20 شاب تعالوا، هتدي له كل فدان لكل شاب مثلا 5 او 10 فدان، فكلهم مثلا لو 10 تنفار 100 فدان، هتجيب له معدات ال 100 فدان على قدته، وتبقى الحدود معلومه وكله وكل واحد قائم بزراعته، لكن يعني ايه منبع ميه واحد تقضي ال 100 فدان، آلة زراعية واحدة تقضي. والوزارة هتنا هتحدد لي أنا أزرع إيه عشان فايدة الدولة. هي صحيح. الأول أن أنا بزرع عشان إحنا كشباب يعيشوا حياتهم الطبيعية، وعشان صحيح. ارتقاء بالدولة. إحنا كل ما أنتجنا ما يعني أن إحنا اللي نأكله، وخصوصا في الحاجات الأساسية زي القمح زي قصب السكر، الحاجات الأساسية للدولة، كل ما أنتجناه كل ما إحنا ارتحنا. صحيح. بدل ما إحنا ناخد قروض للقمح وبدل ما ناخد كذا، إحنا نقدر بهذه القروض نجيب معدات للشباب. تعال أنت جد في الشغل، تعال هو اشتغل. صحيح. هذه الأرض وادي بيت صغير ليك، وادي المعدات، وادي المعدات الزراعية، وادي مبلغ تعيش بيه تجيب أكل وشرب لغاية سنة 2-3. أصلا أنت مش هتيجي تزرع مثلا زي ما قال الحاج جمال المانجا والشجر، لا انت هتزرع حاجات برضو هتنتج بعد 6 شهور. هتزرع شويه طماطم، هتزرع شويه بطيخ، هتزرع شويه خضروات، هتقدر تمشيك لحد ما يجي ايه بقى، تبقى في جناين المانجا، الحواش بتاعت النخيل، وهكذا. صحيح. طيب في النص دي اختم مع حضراتكم رساله توجهها للشباب اللي بدات تعزف عن مجال الزراعه، وان مجال ابائهم واجدادهم، تحب تقول لهم يا حاج حامد الحاج صلاح برضو توجه لهم رساله سريعه، تقول لهم ايه؟ اتفضل. اقول لهم بلدنا محتاجاكم. نعم. وازرعوا وانتجوا، والدوله مش هتسيبكم. تحت قياده متفهمه جدا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. وبيحط كل جهده في مساعدة الشباب. صحيح. في النهاردة الشاب بقول له انت ازرع. نعم. واطلب واتعب واعمل اللي عليك، واتبع على ربنا سبحانه وتعالى. على ربنا. حاج صلاح، انا اقول للشباب ان في ديننا الحنيف خيركم من اكل من ايه، من كد يده. صحيح. اللي ياكل من كد يده ده خير الناس. صحيح. قبل هذا فعايزينكم تاكلوا من كد يديكم. صحيح. حتى لا نحتاج الى الغير. نعم. في اكلنا وشربنا. صحيح. خاصه زي ما قال الحاج جمال احنا تحت قياده رشيده. نعم. الان متفهمه. نعم. وزير واعي، بيدرس ايه ظروف الشباب حتى يمهد لهم حياتهم. صحيح. ويعني بنتمنى التطبيقات على أرض الواقع موجودة. برضو احنا نلتمس العذر لشبابنا لأنه قد فترة من الزمن تايه، مش عارف هو بكرة. صحيح. لكن الأمور دلوقتي الحمد لله رب العالمين، نقدر نقول على نصابها وبينا واضحة. طالما في شوية عسر شوية، ولكن ان بعد العسر يوصل لو اجتهدنا واشتغلنا مش هيبقى في هذا العسر. يا رب اللي جاي افضل، وان شاء الله دايما مزيد من التقدم. ونتمنى يعني التوفيق لسيادة الوزير ولقيادتنا. يا رب. بشكركم جدا، نورتوني، وكل الشكر لاهلنا وحبايبنا في محافظة اسوان، نورتونا وشرفتوا والله يعني بوجودكم معانا، وكتر خيركم ان انتوا قطعتوا المسافة الطويلة عشان تنورنا. نشكر الله يخليك يا فندم. شكرا ليك. شكرا ليك الحاج حامد عبد القادر، شرفتنا الحاج حامد. شكرا ليك الحاج صلاح. بشكركم ان انتوا افتكرتوا جنوب مصر الصعيد في قلبنا، نفتكركم زي انتم موجودين معانا في قلبنا وفي علينا والله. كسر لمعرفة مشاكل الشباب فيها. شرف لينا يا فندم، ويا ريت كده تبلغوا سلامنا كل اهلنا وحبايبنا في محافظة اسوان. اكيد. ونتمنى تنورونا ان شاء الله. اكيد طبعا. تسجلوا على ارض الواقع. اكيد باذن الله. شرف لينا بالقناه بتاعتكم كده بحالها. الله يخليك يا فندم، شكرا. لسه مكملين معاكم مشاهدينا الكرام بعد الفصل، تلتقونا مره اخرى مع زميلتي مها سميح واخر فقرات برنامجنا الحواريه من ساعه صبحيه، انتظروها.